هاي. إمينيم معروف بأنه رابر حققت أعماله جماهيرية عالمية كبيرة بمطلع الألفين. اسم إمينيم مصدره الأحرف الأولى من اسمه وشهرته مارشال ماثرز. لما كان بعمر 9 سنوات فات إمينيم بالكوما لمدة أسبوع من بعد ما تعرض للضرب المبرح بالمدرسة بسبب التفرقة العنصرية. بدأت شهرة مارشال لأنه كان الولد الأبيض يلي بيقدر يغلب على الرابرز السود حتى من خلال الارتجال. باع إمينيم أكثر من 80 مليون ألبوم حول العالم ويعتبر من الفنانين يلي حققوا أعلى المبيعات بالتاريخ. كسر إمينيم الرقم القياسي بموسوعة جينيس من خلال أكبر عدد كلمات بأغنية راب جود. مين قال إنه أمه لإمينيم رفعت عليه دعوة تشويه سمعة لما ذكر بأغنية My Name Is إنه أمه بتتعاطى منشطات أكثر منه؟ أنا قال. شوفكم بكره.